بكم إلى نشرة منتصف الليل وتتابعون فيها. وزير الداخلية والجماعات المحلية يشرف على مراسم تنصيب الواليين الجديدين لأدرار وبرج باج مختار، ويؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود لتنمية المناطق الحدودية. في رؤية استراتيجية لاستغلال المقدرات المنجمية الوطنية، إطلاق أشغال مشروع مركب تحويل وإنتاج الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية بوادي الكبريت بسقهراس، ووتيرة متسارعة في الإنجاز لخط مشروع السكة الحديدية جارج بلاد تندوف بشار. دابا تجاو رقمنا ما كاينش دابا حتى 3 ايام ولا 4 ايام، عاد تجاو قالك عندنا الهدم على كل شيء. دابا الناس دابا عاد تيجي يحط الرقم تيمشي يقلب فين يسكن، واحد عنده واحد راه ما عندوش. هذا القرار اللي اتخذوا هاد الناس هادو راه ما قرار ما والو، حنا منذ سنوات الخوت وحنا في هاد البلاصه، وبنادم مسكين كاري ما عندوش، وبنادم تشرد في هاد المنطقه كطلع عدو معانا باش غتخلص 10 اس بيس ولا ما عندكش تبقى غادي تتابع البنكه، راه بنادم واعل. نظام المخزن ماض في تشريد شعبه بالقوة لتسويق صورة زائفة عن واقع البلاد خلال احتضانه منافسة كروية. الطيران الحربي الصهيوني يرتكب المزيد من المجازر بحق الفلسطينيين، والتلفزيون الجزائري يوثق بشاعة المشهد من قطاع غزة ولبنان يحصي عشرات الشهداء والمصابين إثر غارات جوية بعدة مناطق. أهلا بكم من جديد. تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين. بهذه المناسبة جدد كاتب الدولة الأمريكي تهاني الرئيس جو بايدن لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على إثر إعادة انتخابه لعهدة ثانية، كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما لما تم تحقيقه على درب تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتكثيف الحوار الاستراتيجي بينهما، معربين عن تطلعاتهما في أن يتم الحفاظ على هذه الديناميكية والبناء عليها مستقبلا. ومن جانب آخر تبادل الطرفان وجهات النظر حول العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، لا سيما تطورات الأوضاع في غزة وقضية الصحراء الغربية، وكذا مشروع تأسيس عملية أممية لحفظ السلام في هايتي. تنفيذا للحركة الجزئية الأخيرة في سلك الولات والولات المنتدبين التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد على مراسم تنصيب علي بوجرة واليا لولاية أدرار. مراسم التنصيب جرت بحضور أعيان الولاية وإطاراتها ومختلف الفاعلين المحليين. مراد وخلال مراسم التنصيب أبرز البعد التاريخي والحضاري للولاية التي استفادت من مشاريع هامة بينها توسيع وعصرنة خطوط السكة الحديدية، مشاريع من شأنها الدفع بالتنمية بالولايات الجنوبية بما يتوافق واستراتيجية التنويع الاقتصادي. ملزمون نحن، هذا هو الالتزام تاعنا كمسؤولين على مستوى آخر، والولاد المحولين أو الولاة المعينين باش يكونوا في مستوى طموحاته كما كان يجب أن يكونوا في مستوى طموحات شهداء الأبرار ومجاهدينا. لازم نكونوا نتجاوب مع هذه الحتميتين، وضع فينا ثقة، ولكن لازم يعرف بلي أن وراءه شعب أبي مواطنين مخلصين يريدون الخير كما يريده هو إلى بلدنا، من ناحية تعزيز قدراته، من ناحية الدفاع عن مكوناته، من ناحية تحصينه حتى لا يتعرض إلى أي اعتداء. ملزمون للنجاح كل على مستوى ولايته. كما أشرف أمس وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد على مراسم تنصيب محفوظ بن فليس واليا لولاية برج باج مختار.
مراسم التنصيب جرت بحضور المنتخبين المحليين وأعيان الولاية. بالمناسبة أكد مراد أن الولاية التي تحمل اسم شهيد باجي مختار كدلالة على وحدة الجزائر وتماسك أبنائها أصبحت ولاية كاملة الصلاحيات، وتم تنصيب جميع هياكلها للمضي في التكفل بانشغالات المواطنين من خلال إطلاق العديد من المشاريع التنموية. مرات شدد أيضا على ضرورة مضاعفة الجهود على مستوى هذه الولاية الحدودية لتوفير كل الضروريات للمواطن مع إيلاء العناية للبدو الرحل وتكييف المرافق مع نمطهم المعيشي. ما يريده السيد رئيس الجمهورية نزول إلى إرادته القوية أن يحسن ظروف معيشة المواطنين أينما كانوا وحيثما يتواجدون. لذا جاءت هذه الحركة في بداية مأموريته، ونحن ملزمون كلنا معه لنصل إلى ما يجب الوصول إليه. لا بد أن يضمن الصحة لكل مواطنينا وإبعاد الأوبئة على المواطنين هنا. شفتوا الالتزام تاعو كي كنا عايشين الأزمة لهنا وفي إنقزام وشوية في تمرات والجانات، ما قصرش. إذا راكم تشوفوا يعني كيفاه التكفل الآني بمثل هذه المشاكل، وما قبلش أبدا باش الجزائريين كونهم راهم بعاد أكثر من 2000 كيلومتر 2300 كيلومتر عن الجزائر العاصمة يبقاو عرضة للأخطار. هذا هو الالتزام، وهذا هو روح يعني مواجهة كل الصعاب أينما كان مشكل، إلا ويكون تكفل به بصفة خاصة واستثنائية. ولأن إرساء ركائز اقتصاد متطور يستوجب تثمين المقدرات الطبيعية واستغلالها، يأتي مشروع مركب تحويل وإنتاج الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية بوادي الكبريت بولاية سقهراس المندرج ضمن المشاريع الاستراتيجية الواعدة. نور الدين بن عبسة. مكمن بلاد الحدبة لاستخراج الفوسفات يشهد انطلاق الأعمال الأولية من قبل سونارام التي اختارت سوميفوس للتكفل بمهام تحضيره ليكون جاهزا لتموين أولى وحدات التخصيب والتثمين التي ستنشأ على مستوى هذه المنطقة. سوف ننجز منجم تكون سعته 10.5 مليون طن سنويا، ومصنع لتخصيب الفوسفات من أجل إنتاج 6 ملايين طن سنويا. أول إن شاء الله بلاتفورم بور لا فابريكاسيون تاع لو داب اي لو ماب، يعني للأسمدة الفوسفاتية والأسمدة الأزوتية، تكون 1.5 مليون طن بداية من سنة 2027 إن شاء الله. يمثل المشروع المنجمي نقطة تحول جذري في تاريخ الصناعة المنجمية، حيث سيرفع الحجم الكلي لإنتاج الفوسفات وتحسين المداخيل بالعملة الصعبة، فضلا عن تنشيط الحركية التنموية والاقتصادية بالمنطقة. تحدث ربما على 3000 منصب دائم، ناهيك عن ربما 12000 منصب غير دائم. نتحدث على تحريك على عجلة التنمية، نتحدث على أن الشباب اللي في معهد المناجم متخرج من ولاية بس اللي هو معهد وطني راح يتم توظيفهم. نتحدث أيضا على مجموعة شركات مناولة راح تكون تحت سوناتراك وسوناريا من أجل تجسيد هذا المشروع. ناهيك على البعد الآخر اللي عنده تأثير على الولايات الأخرى، ربما على سقهراس للمشروع اللي راح يكون في وادي الكباريت، ايضا على ولايه عنابة اللي راح يكون فيها ميناء منجمي بحول الله. الانتاج تاعها راح يمكن الفلاح الجزائري انه ياخذها بمبلغ يعني في المتناول، وهذا المبلغ راح ينقص مينيميزي لوكو، ينقص تكلفه انتاج المواد الفلاحيه والمنتجات الفلاحيه بجميع انواعها. المشروع يحظى بالاولويه القصوى لما يمثله من فرصه فريده لإنشاء سلسلة حقيقية للمورد الاستراتيجي، ويمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المحلي والوطني مع توفير فرص عمل جديدة. نعم الله، من ثم مجهودات رئيس الجمهورية على هذه اللفتة بعد تدشين منطقة بلاد الحدبة، بعد مجهودات كبيرة والتي ترجع بالنفع على سواء على المواطن مدينة بئر العاتر أو على المنطقة بالعموم. طالما عانينا من شبح البطالة لسنوات طويلة، وها قد بزغ هذا الفجر، وهو فجر
العمل. تجسيد هذا المشروع المدمج سيساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني ويشكل فرصة لتثمين مواردنا الطبيعية وتطوير نسيج صناعي قوي كفيل بدعم التنمية الشاملة. وبخبرات جزائرية يتم استغلال منجم جارج بيلات بيتندوف كأكبر دعامة للمشاريع المنجمية الضخمة لما يتضمنه من مشاريع قاعدية أهمها سكة الحديدية المنجمية جارج بيلات تندوف بشار. عبد الجبار بن يحيى. اليوم وفي قلب الصحراء فريق من نخبة المهندسين والتقنيين الجزائريين الأكفاء يقودون جزءا كبيرا من هذا المشروع الضخم، يشكل شريانا اقتصاديا يربط أكبر احتياطي منجم حديد في العالم. يقاوم هؤلاء الحر والظرف المناخي الصعب. الهدف إنشاء خط سكة حديد يصل المنجم مع تندوف وبشار على مسافة كبرى تقدر ب 950 كيلو مترا. توسيدار قد وضعت كل إمكانيات بشراكة صينية، كل إمكانيات وطنية وكفاءات وطنية لإنجاز هذا المشروع بجودة عالية. لم يكن أحد يفكر في إنجاز هذا المشروع من قبل. تتحرك الآلية تباعا لتسير في طريق تنفيذ الالتزام. مشروع هو الأول من نوعه في تاريخ السكة الحديدية للبلاد. هذا المشروع الضخم يأتي لتثمين خام الحديد بمنجم جارج بيلات، ينقسم إلى ثلاثة مقاطع كبيرة: بشار حماجير 200 كيلومتر، تندوف أم الحسن 175 كيلومترا، وآخر شطر يربط جارج بيلات على مسافة 575 كيلومترا. تقدر نسبة إنجاز القسم الأول من المشروع حتى الآن ب 68%، وسيتم تسليمه نهاية جوان من العام المقبل. الشطر هذا يعرف حيوية ووتيرة متسارعة للأشغال، مما تسمح احترام أجل الرزنامة الزمنية المحددة مسبقا. هذه أساسات سبعة جسور تم إنجازها من أصل 13 جسرا، كما هو الحال ل 12 ممرا للسكة الحديدية من بين 14. العوارض الحديثة ذات الحجم الواحد تتحمل حمولة تقدر ب 32.5 طن بالمجموعة الواحدة. والآن حاليا يتم إنشاء العوارض الخرسانية بنسبة عارضتين يوميا، عمل ليل نهار. باش نحترموا الآجال مسلموها قبل الآجال متعاقدة، لأنه عنده بعد اقتصادي هام جدا. كل الوسائل المادية والمالية متوفرة، وكذلك ساهرين باش أي طارق لريسك ينجم يعطل المشروع لازم ناخذوا الإجراءات باش ما يوليش مشكلة للمشروع. قريبا ستسير القطارات المنجمية عبر هذا المسار لتنقل خام الحديد إلى وحدات التحويل، ومن ثم إلى مصانع الحديد تحقق الاكتفاء والتصدير. هذا المسار سيوفر قطارات للمسافرين من الجنوب الغربي للبلاد في رحلتهم نحو الشمال. أكد تقرير للبنك الدولي تسجيل الاقتصاد الجزائري نسبة نمو بلغت 3.9% بفضل المناخ الاستثماري المحفز ودعم ومرافقة القطاع الفلاحي، وكذا ترقية الصادرات خارج المحروقات. منى العبديش. الوضع الاقتصادي في الجزائر يواصل أداءه القوي والمتميز، والأرقام والنسب التي تضمنها آخر تقرير للبنك الدولي يؤكد هذا، حيث سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3.9% في النصف الأول من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط. تقرير البنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في الجزائر بالنسبة لخريف 2024 في الحقيقة أكد الشيء اللي قلناه في ربيع 2024، واللي هو صلابة التنمية في الجزائر، اللي هي تقريبا يعني قليل من البلدان على الأقل في المنطقة كانت بإمكانها أن تواصل نسبة نمو بين 3 و 4% خلال 3 سنوات.
هذا سيتواصل وهذا نتوقعه بالنسبة 2024، وبالنسبة 2025 نتصور حتى حيكون هناك تسريع في هذا النمو بالنسبة 2025. جملة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة لفائدة المستثمرين مهما كان مجالهم توجه أسهموا بشكل لافت في تحسين ورفع إنتاج القطاعات الاستراتيجية كقطاعي الفلاحة والصناعة، ما أدى لاستقرار أسعار المواد الغذائية الطازجة، تراجع تكاليف الاستيراد واستقرار سعر الصرف، معطيات خفضت نسبة التضخم. نسبة التضخم يعني نقصت، يعني هذا كله تطور إيجابي، يعني بصفة عامة يعني حالة الاقتصاد نقدر نقول أن هي إيجابية حاليا. يعني هذا التطور جاء أساسا عن طريق القطاعات غير المحروقات، وجاء يعني شمل العديد من القطاعات. والجدير بالملاحظة أنه رغم يعني وضع تهاط الأمطار اللي كان محدود نسبيا، يعني قطاع الفلاحة يعني كان مردوده نسبيا مرضيا يعني بالنسبة ل 2024. ولأن الجزائر تتوفر على إمكانات كبيرة ومتنوعة، إعطاء الأولوية لوضع إطار شامل للسياسات الاقتصادية يرتكز على تعزيز إنتاجية الشركات وتحسين تنافسية الصادرات، السبيل الأمثل لتحقيق قفزة نوعية في الصادرات خارج المحروقات. في ملف الصحراء الغربية تسجل القضية الصحراوية المزيد من الدعم والتضامن على الصعيد الدولي في ظل تكشف سياسات المخزن غير القانونية في نهب واستنزاف الثروات الصحراوية والتضييق على الشعب الصحراوي بممارسات قمعية باتت محل إدانة واستهجان من قبل المنظمات الإنسانية. باريزا جلاندا. لا تزال القضية الصحراوية تحشد تضامن المنظمات الدولية الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تحقيق الاستقلال وتقرير مصيره. ففي العاصمة الإسبانية مدريد خرج آلاف المتظاهرين رافعين شعارات منددة بالانتهاكات الإجرامية للاحتلال المغربي وبالاتفاقيات المشؤومة المبرمة عام 1975 التي عمقت معاناة الشعب الصحراوي جراء غزو الاحتلال المغربي الذي ارتكب ويرتكب يوميا جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الصحراوي. كل سنة نعدل هذه التظاهرة، هذا التظاهرة اللي نعبر بها عن مشاعرنا تجاه تمديد اتفاقية الزملاء، الاتفاقية المشؤومة اللي قسمت شعبنا وشردت شعبنا. نحن هنا ندعم الشعب الصحراوي وندين كل الانتهاكات والتعذيب الممارس من الاحتلال المغربي ضد الشعب الصحراوي على أرضه. نحن هنا نساهم في دعم القضية الصحراوية حتى ينال الشعب الصحراوي استقلاله. هذه المظاهرات تثبت يوما بعد يوم تعالي أصوات الأحرار في العالم واتساع رقعة التضامن الدولي مع كفاح الشعب الصحراوي من جهة، والدور الفعال الذي تلعبه الجالية الصحراوية في التعريف بالقضية الصحراوية والانتهاكات الممارسة في حق الشعب الصحراوي من جهة أخرى، في مسيرة نضال لا تتوقف ضد محتل تفنن في أساليب التعذيب والتعدي على حقوق الإنسان. اليوم جينا لهذه الوقفة، وقفة الشعب الصحراوي اللي خاصه يتم عدلها يومين يعني لينول استقلاله، وجا الشعب الصحراوي الحمد لله من كل بلد في اسبانيا ولا بديل لا بديل عن تقرير المصير. هذه المظاهرة التي تجري في إسبانيا هي من أجل دعم قضية الصحراء الغربية، وندعو من خلالها إلى الأخذ بعين الاعتبار ما يتعرض له الشعب الصحراوي من سلب لحقه في تقرير مصيره. نحن نؤيد حقه في العيش في بلاده بسلام. الشعب الصحراوي يقاوم ويصر على الاستقلال وتحرير أرضه، ننادي بصحراء حرة. رغم صدور قرارات المنظمات الدولية الداعمة والمقرة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسيادته على ثرواته الطبيعية واعتباره إقليما متميزا منفصلا عن الاحتلال المغربي، إلا أن الاضطهاد والديكتاتورية الاستعمارية المغربية لا تزال تمارس في حق شعب أراد تقرير مصيره والاستقلال كآخر مستعمرة في إفريقيا.
ونظام المخزن الذي يمعن في قمع الشعب الصحراوي ونهب ثرواته لا يتوانى في تجميل صورته على حساب المستضعفين من الشعب المغربي باستخدام القوة لهدم المنازل على رؤوس ساكنيها في عز موسم الشتاء والبرد في سياق تحضيراته لاحتضان كأس العالم. فوزية تاج. يستمر النظام المخزني في تشريد شعبه بالقوة ونزع أراضيه دون تعويضات أو مساكن تأويه ونحن على أبواب الشتاء. بعد المدينة القديمة بالدار البيضاء التي لم تطوى بعد مأساة سكانها، اليوم مدن أخرى وقرى تهدم على رؤوس أصحابها بالتهديد وفرض القوة. احنا دابا في الأرض ديالنا هنايا شارين بالقوطة ديالنا بالمسائل ديالنا كل شيء قانوني، ما داكشي كاتبين في المحكمة وداكشي. دابا تجاو رقمنا ما كاينش دابا حتى 3 ايام ولا 4 ايام عاد تجاو قالك عندنا الهدم على كل شيء. دابا الناس دابا عاد تيجي يحط الرقم تيمشي يقلب فين يسكن، واحد عنده واحد راه ما عندوش. انا ما عنديش نفسي ما عنديش، فين غادي نمشي انا؟ انا وامي الفوق. هذا القرار اللي اتخذوا هاد الناس هادو راه ما قرار ما والو، حنا منذ سنوات الخوت وحنا في هاد البلاصه، وبنادم مسكين كاري ما عندوش، وبنادم تشرد في هاد المنطقه كطلع عدو معانا باش غتخلص 10 اسبيس ولا ما عندكش تبقى غادي تتابع البنكه، راه بنادم واعل. شعب مغلوب معتقل بنظام مخزني ظالم لا يأبه بالحماية الاجتماعية ولا بحقوق تكفل وتضمن له الحياة الكريمة. زادت عملية الهدم الفقر وغلاء المعيشة التي وضعت هذا الشعب في أحلك الظروف وأصعبها كل يوم. واليوم احنا كنضيعوا في أرضنا وما خرج. بيت في الخلا، بيت في الخلا، حويجنا كلهم مليوح في الخلا، بيت مدار مع الشفارة اللي يدولك شي حاجة، وبنهار مداربن مع الشفارة. مأساة وواقع بائس لشعب تتوالى عليه المتاعب والمصائب في ظل نظام أنهكه اجتماعيا وقانون لا يعترف بالعدالة الاجتماعية بقدر اعترافه بالقوة والطغيان. في تطورات حرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة حصيلة ثقيلة من الشهداء والجرحى تجاوزت 100 شهيد وعشرات المصابين في مجزرتين ارتكبهما الطيران الحربي الصهيوني في بيت لاهيا ومخيم الشاطئ. مراسلنا من غزة وسام أبو زيد. لم يخفت صوت القصف الإسرائيلي الساعات الأخيرة مرتكبا جيش الاحتلال مجازر جديدة بحق الآمنين في جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع ومخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة ومدينة خان يونس جنوبا، من بينها خيام للنازحين ومنازل سكنية أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وحل دمارا وخرابا واسعا زاد من عذابات الشعب الفلسطيني. واجهنا نطلع أنا ما شفناش طبعا، احنا ما قدرناش نطلع أولها من كتر الركام والغبر اللي بتتزقل في الشوارع ومش قادرين على حاجة. احنا جينا لما نطلع لقينا هنا الشهداء والأطفال الصغار وسحبناهم وطلعناهم برا. وهذا الطفل لم يتمالك نفسه عندما علم أن أفراد عائلته قد استشهدوا داخل هذه المدرسة وأصبحوا أشلاء، فهي من بين مجازر الاحتلال التي ارتكبها بمدينة غزة ضد عائلات بأكملها، وكانت تؤوي مئات النازحين وباتت شاهدة على جريمة جديدة ترتكب في وضح النهار دون أي مبررات لقتل الآمنين. كنا نازحين من الشمال أخي، أخواتي أختي والبنات الصغار 20 و17 و18، هذا نعيش سقفهم. كل أطفال ونساء اللي شلناهم، شيل شهداء وعد شهداء، كل أطفال ونساء بتعمدوا على أنهم إيذاء فينا ويضغطوا علينا. شو إذا بيفكروا أنه هي المقاومة فقط اللي تحمل السلاح؟ المقاومة هذه الأطفال، هذه النساء، هذه الحوامل اللي يوم بيوم بيزيدوا قد ما يصير شهداء. إحنا بنخلف أكثر، راح نستمر وراح نقاوم والله غالب. ومع استمرار الغارات الإسرائيلية من شمالي القطاع حتى جنوبه لا زال عشرات المفقودين تحت الأنقاض، خاصة بمحافظة الشمال والتي خرجت فيها الفرق الإغاثية عن الخدمة، في حين وصل إلى المستشفيات في وسط وجنوبي قطاع غزة عشرات الشهداء والجرحى، وباتت حالة الحزن والأسى تخيم على عائلات بأكملها وباتوا يودعون أبنائهم بمزيد من الحسرة والألم. من شهداء مقطعين ومنهم عريس الله يرحمه، منهم عريس اخويا 33 سنه الله يرحمه برحم، والله ما عليهم حاجه، والله ما عليهم حاجه ولا لهم في حاجه، شباب ابرياء رايحين يدوروا على رقبه العيش تبعتهم. فالغياب القصري للمنظومه الصحيه والفرق الاغاثيه
هي من جرائم الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني ليل نهار، ويحرمها القانون الدولي والإنساني. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. في لبنان، نفذ الطيران الحربي الصهيوني 145 غارة جوية على مختلف بلدات وقرى جنوبية لبنان، البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت خلال 24 ساعة الماضية، ما خلف العديد من الشهداء والجرحى. نصير بدر. الوضع في لبنان يزداد قتامة يوما بعد يوم، وتتضح معه المعالم السوداء لخطط الكيان الصهيوني. تصعيد خطير على الضاحية الجنوبية لبيروت وقرى وبلدات جنوب البلاد خلال 24 ساعة الماضية. ارتكب خلالها الكيان الصهيوني 145 غارة جوية تركز معظمها في النبطية جنوبا، ما أسفر عن ارتقاء عشرات المدنيين وإصابة المئات، ناهيك عن الدمار الكبير الذي لحق بالمباني والبنية التحتية. يعني اليوم بنوقف قدام الركام وقدام الدمار، وهذا الركام والدمار هو شاهد على الهمجية والعدوانية الإسرائيلية، يعني اللي عم بتمارس أقصى وأشد أنواع العذابات تجاه المواطنين العزل. هو دليل إضافي على فشل العدو الإسرائيلي بالحرب الميدانية. هذه الغارات استهدفت المباني السكنية والمصالح الاقتصادية للناس. كل قوته العسكريه عم يستعملوها على المدنيه، ما في اي شيء هون بالبلد، بقى المدينه مدينه امنه، مدينه سياحيه، مدينه اثريه. هو الوضع في لبنان منذ اكثر من عام، زادت وتيرته حده منذ نهايه سبتمبر الماضي. قصف صهيوني ادى الى نزوح اكثر من مليون شخص من سكان المناطق المستهدفه، وتهديدات بتهجير العديد من الاحياء والمباني السكنيه ما يزال قائما. وضع أثقل ملف الجرائم الصهيونية وحرب الإبادة المنتهجة، وعمق من الأزمة الإنسانية في الشرق الأوسط. في أخبار الرياضة، اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بفوز ثمين على نظيره المنتخب الليبيري، مباراة بخمسة أهداف احتضنها ملعب بخمس نجوم المجاهد الراحل حسين أيت أحمد بتيزي وزو، والعلامة الكاملة للجمهور الرياضي المتوافد بكثرة. أنيس مزيان. ملعب المجاهد الراحل حسين أيت أحمد تزين بالراية الوطنية والعائلات الجزائرية الحاضرة، حضر التشجيع وتجلت أشكال المؤازرة في صور تاريخية ميزت مباراة الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات الكان بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري في شهر عزيز على قلوب الجزائريين. لحظة التفاعل مع النشيد الوطني كانت معبرة وبخماسية كاملة، أكرم رفقاء القائد محرز نظراءهم بأداء يتحسن من مواجهة إلى أخرى وصدارة للمجموعة الخامسة، أكدت أهداف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. مواجهة بنقاط عديدة وصور تاريخية تعكس جمالية الصرح الرياضي وتبين معدن الجمهور الجزائري الذي استذكر أبطال الأمس، فكانت المواجهة وقفة للذكرى والترحم على أسماء صنعت أمجاد الكرة الجزائرية، ومن بينهم رشيد مخلوفي وعبد الحميد مراكشي اللذان وافتهما المنية مؤخرا. لا توجد مباراة بدون هدف مع المنتخب الوطني، دائما فخر لنا تمثيل المنتخب الوطني الجزائري، لذلك سعينا لتحقيق الفوز بفضل هذا الجمهور المذهل. نعم عائلتي من تيزي وزو، أنا جد سعيد باللعب هنا والفوز بطريقة خاصة. نعم تعادلنا في الجولة السابقة أمام منتخب غينيا، لكننا نبقى متصدرين، أتمنى أن نقدم كل ما لدينا في كأس أمم إفريقيا القادمة. مباراة وإن كانت شكلية بعد ضمان الخضر التأهل، إلا أنها ستبقى تاريخية بعدما اكتمل المشهد بملعب المجاهد حسين أيت أحمد بأجواء جزائرية خالصة ستتذكرها الألباب مستقبلا.
في ختام النشرة نرحل بكم إلى ولاية الوادي، حيث أسدل الستار على فعاليات المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية في ظل سياسة طموحة تثمن عوامل الجذب السياحي بصحرائنا الشاسعة وتقدم تسهيلات لدخول السياح الأجانب. حنان بورايو. صحراء الجزائر منطقة جذب سياحي ثرية ومتنوعة، صنفها الديوان العالمي للسياحة من أفضل 10 وجهات في العالم. تأشيرة التسوية إجراء أحدث الفارقة في التدفق السياحي على وجهة الصحراء الجزائرية لتتخذ منحا تصاعدي. الدولة اليوم ماضية في دعم هذا القطاع وإعطائه المكانة التي تخدم التوجه الاقتصادي للبلاد، لتتعزز تأشيرة التسوية بالعمل على استحداث التأشيرة الإلكترونية. وفيه ورشة لجنة متخصصة لتطوير تأشيرة بتسوية لتصل إلى التأشيرة الإلكترونية. الهدف الأساسي هو التسهيلات التي نقدمها للسائح الأجنبي الذي يفضل الوجهة السياحية الجزائرية. صحراؤنا فريدة في نوعها من حيث جمال الطبيعة والتنوع الثقافي، فأصبحت وجهة حقيقية للسياح الأجانب والمحليين، مما يستدعي استغلالها الأمثل ضمن استراتيجية تنمية وتطوير السياحة الصحراوية ترتكز على تعزيز المقومات وتشجيع التكوين وفتح الاستثمار. يعني المشرع في الولايات الصحراوية يعني صنف 45 منطقة توسع سياحي، منها 29 منطقة عندها مخطط تهيئة مصادق عليه، مما يوفر حوالي 250 مشروع سياحي يعني مسجل. بعد وضعها في المنصة للمستثمر بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. الناشطون في الترويج للسياحة الصحراوية ينوعون الخدمات والمسارات جذبا لعدد أكبر من السياح. عندنا إقبال كبير على هذا النوع من التخييم الفاخر الثابت الجديد، بحيث بطبيعة الخدمات اللي نوفروها من جودة عالية ليواكب الخدمات الفندقية تاع 5 نجوم. بدينا في أكتوبر ما يعادل من جوية 380 يعني أجنبي جونا المراح نتاعنا من في الصحراء. توجه هو تطبيق يسهل ويدير ترقية الخدمات السياحية على المستوى الوطني. السياحة الصحراوية عبر الولايات 24 للجنوبنا الكبير تملك من المقومات الطبيعية والتراثية ما يؤهلها لمواكبة مصاف الدول المتطورة في المجال السياحي. أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.